البنات انا جايه الكارفور ديال لي ماي ودابا راني ديكوراجي باغي نمشي غنجيب لك واش دليل ديال سام. شوفوا الدي الناس سادين عليهم وراهم في الباب شي با كومبري واش ولاو يدخلوا بشويه بشويه حيت الدنيا عامره ولا شنو. ايوا غادي نمشي الكارفور جيسبر يا ربي ما يكونش هكا. ناري السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديده اللي غادي نشارك معكم شي حاجه باغا نديرها الصراحه. اش غنقول لكم البنات غادي ما بغيتش نخوفكم ولا حاجه ولكن غادي نشارك معكم غير الجديد في القضايا اللي كاينين هنا في فرنسا ولا في اي حاجه كاينين البنات اللي يمكن ما يعرفوهاش بالنسبة لتوجور مع هادشي ديال كورونا. والمهم جيت للكارفور وكيف غادي تشوفوا في الطلعة ديالي من الدي وهذا غادي نمشي نشد لاكو باسكو كاين لاكو باش تشوفوا شنو درنا بسببنا حنا كاين لاكو دابا مي يمكن سي ميو ما عرفتش ما بقيتش عارفة دابا انا والو. المهم صبروا ناخذ غير لو جيتون. عرفتوا انا جيت نورمالمون غير باش ندي لاكوش ديال سام بغيت غير لاكوش ديال سام ديال الليل ما بقاليش ناخذ منه ديك جوج باكيات اللي كندي دائما يعني ماشي شي حاجه راه المحلات غتبقاو محلولين. سي جوست بغيت نقول لكم الجديد اللي كاين هو الاخر هو غادي يديرونا اون كارونتين 100% يا اما اليوم ولا غدا غادي يديرونا. ماشي انا اللي كنقول هادشي ولكن هادشي اللي سمعت وهادشي اللي بداو كيديروا في لي زانفون باسكو قالوا لك بلي الناس ما بغاوش يسمعوا لهم ما بغاوش يجلسوا في الديور ديالهم ويخرجوا غير واحد في لا فامي اللي غادي يخرج ويعمل الاحتياطات ويعمل كل شيء اللي غادي يخرج زعما يدير يجيب السخره ويجيب داكشي المحتاج. المهم ناخذ الشاريو ونكمل معكم. كتشوفوا البنات كاينه لاكو وكاين واحد لا ديستانس بين الناس وكاينه لاكو طويله بزاف الوغ غادي نجلس هنا نهار ونص باش ندوز ما فهمت والو ما فهمتش. واو ما نعاود لكمش البنات لاكو دايره من 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 كارفور حتى الدوره ديال كارفور من لهيه ما نعاود لكمش والله مصحاب لي اللقاء بحال هكا يعني غاف كومين صافي ولينا بلاكو. علاش حيت راه داكشي اللي كنقول لكم سبب الناس اللي كيعملوا نابورتو كوا بداكشي ديال الكورس وبداكشي نتاع واحد يدي كلشي والاخر يبقى بلاش. الوغ جوست بابا كونفو جو كخوا سي لاكو جوست بابا اون توكا واحد الكوري ما فاهمه والو قالت لك كيسكيس باس ما عارفه ما وقع في الدنيا. عرفتي شحال د الناس واقفين وشحال د لي شاغي واقفين الوغ مني غادي ندخلو ما عرفتش شنو كيف غادي يديروا للسخره. انا الحمد لله انا عندي داكشي اللي عندي في الدار سينو غادي ناخذ غير القصبور سلالي سي لاكوش ديال سام هو اللي جابني هنايا مي كوميم هادشي كيدير لك بوغ كيقول باش تايفيتي انك توقفي هنايا بزاف يعني خودي داكشي اللي غادي تحتاجيه كان جوغ ولا الكارون جوغ ولا ما نعرفش حتى شهر هكا باش ما ترجعيش هنا تو سامبلومون صراحه باسكو صافي كوميم ما عرفتش شحال الناس اللور ما بغيتش نصور الناس عرفتو شحال لاك دابا ما عرفتش شحال غادي نوقفو هنا ديال الساعات ديجا فوكا مشيت لأوبليزيغ لو كان سبقت بيه حسن حيت أوبليزيغ محتاجة نزيد من تما غير الزيت ما عنديش الزيت درت الفخيتوز والبارح خويت بزاف منها يعني خويت شي جوج ليترو منها قالي غير عندي داك البوتاي ديال 5 لتر هما عندهم واحد البخوموسيو كيديروها غير بربعة أورو شي حاجة كتسولني على اللي قات على ود هذا خاصني نحاول منحاديش وجهي. هنا اش غنقول لكم هنا الناس كبار فلاج كاينين الناس عيانين وغادي يبقاو ما نعرفش شحال فلاكل كاين واحد السيده مسكينه كنشوف فيها ما عرفتش هادشي والله ما عرفتش هادشي انا مخليه لا ديستونس مخليه جوها انسان يخلي مسافه. وشوفوا هاد المسكينه هاد السيده مشحال كبيره ايوا خاصها تمشي لور لور لور. كيف كنت كنقول لكم البنات من ندوز معكم الوقت سينو راسي غاف واحد كيصور من الطوموبيل كيصور. المهم البنات شنو نقول لكم اللي كنت بغيت نقول لكم هو الناس ما بغاوش يسمعوا كيقولوا لهم جلسوا في ديوركم جلسوا في ديوركم راه نصيحه ليكم نصيحه للناس ماشي هما عندهم مصلحه انهم يسدوا لكم الدراري من المدرسه
ويقطعوا لكم لي مغازا وكل شيء هي على 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 عيوننا الجميله. الا البنات راه ما قطعوا الدراري من المدرسه باش ما نخرجوهمش يلعبوا مع الدراري اخرين وما يتلاقوش بالدراري، وباش قطعوا لنا حنا لي مغازا باش حنا ما نخرجوش. والرجال عطاو لهم اقتراحات لغوفيرنومون كتاخذ لي شارج ديال خدمه الانسان ماشي غير هكاك، راه كيخلصوهمش 100% ماشي غير هكاك، باش يجلسوا باش يحدوا من المرض انه يتسارع. مي لا هنا سواء حنا هنا لي فرونسي سواء العرب ديالنا كيف كيف، وهضري بحال اللي كتهضري مع مع ما عرف بحال اللي كتخوي الماء في الرمله. وماشي كلشي بيان سور، كاين اللي خايف على راسو على عائلته، ولكن كاينين الناس اللي سون فوت وكيمشيو لي بارك في توغيفيل وهذا مجمعين ما عندهم سوق يديروا البيكنيك، الدراري يلعبوا مع بعضياتهم يخرجوهم يلعبوا مع الدراري ما بقاو فاهمين والو. راه بالسيف غادي يقولوا لنا ديروا لا كورونتين، ها نتوما كنقولها لكم دون دو جوغ ولا تخوا جوغ ماكسيموم، نقولوا كاع يدوزوا لنا هاد السيمانه راه غادي يديروا لنا في الديور. باسكو علاش واحسن حاجه يديروها وخاصهم يديروا معاها البروسي، علاش باش الناس بصح يحدوا من هاد الشيء، هو كي افونسي شويه بعدا باش يحدوا الناس من هاد الشيء، راه سي با بوسيبل كومون باش حنا نبقاو بحال هكا، سي با بوسيبل الصراحه البنات. وبالنسبه للتقضيه الا كانت بحال هيدا بنادم دابا انا نعمل شويه ناخذ شويه زياده سبا ماشي غادي تابوزي اه، الا لقيت هادشي الا لقيت مع الناس خاص فريمون في لاكيس يديروا لهم واحد الحد الاقصى نتاع الحاجات اللي غياخذوا، باسكو سينو سا سرا با بوسيبل بو لي زوطر. انا دابا ماشي ناخذ لاكوش، شوفي واش نجبر ليكوش ولا ما نجبرهمش، هذوك ديال الليل ليكوش ديال الليل ديال ولدي، شوفوا واش نجبرهم شوفوا ما نجبرهمش. وانا محتاجه غا باكيه ولا جوج باكيات، اللي كنديرو دائما كنديرو جوج باكيات هكا كنجلس ترونكيل شهر كل. او فوالا لي ماغازا راه ما غاديش يسدو كيف قلت لكم البنات، الوغ يعني مزيان يديروا لنا انهم يحطونا في الدار ونجلسوا في الدار، ومره في 20 يوم 15 يوم يخرج واحد الانسان يمشي يعمل لي كورس ديالو ويعملهم بطريقه عاديه جدا ويتسخر عاوتاني لشهر ولا هذا، وراه كي ترونكيل. دابا جايين رمضان ماشي المعنى ديالها ان تاخدي لافارين وتاخدي ما نعرفش شحال وتبقاي انت الشهيوات وما نعرفش، راه الانسان تاخدي على قد حالك كيف كديري ديما، راه تلقاي الناس ما عندهمش وجامعين شويه اكوتي وعاطين ديك الثمن كله في الماكله، حتى واحد ما غادي يموت بالجوع، راه تشربي غير الماء وتاكلي غير طريف ديال الخبز راه ما تموتيش بالجوع، حتى واحد ما غيموت بالجوع. هي هو هاد الناس دابا اللي كنشوف انا حدايا مساكين كبار في لاج من 70 للفوق من 80 للفوق، دابا هادو الا ما لقاوش تما حتى كيلو ديال الحاجه اللي محتاجينها دابا كيفاش غادي يديروا لها؟ واش يمشيو يدبزوا معاك يحيدوها لكم الشاغيو؟ واش غادي يمشيو يديروا؟ هذا باش بقات بنا ميفكر في الناس اخرين ياخذ داكشي اللي محتاجو يخلي للناس اخرين، راه سينو راه ما غاديش يبقاو يديروا لنا يديروا لنا ليميت حتى في لاكاس. هذا ما كان البنات، وكنتمنى هذا الشيء حد الباس، وراك علينا يا هذا المرض بنادم ندعيو له ندعيو له ندعيو ربي انه ياخذ علينا هذا البلاء كلشي، حيت هو القاهر القهار كي كنقولوا القادر القهار، هو الوحيد اللي غيقدر ياخذ علينا هذا الشيء. سينو الماكله وديك الشيء راه كلشي موجود. يلا حبيبات ديالي نشوفكم من بعد، المهم باقي راني فلاكو ما عرفتش فين نكمل. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله. البنات راني دخلت، المهم جات النوبه كيدخلوا جوج جوج ثلاثه جوج ثلاثه 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 وانتو كجيت لذاك لاكوش اللي كان مولف عندي ما كاينينش، هذوك ديال 10 اورو شي حاجه كيديروا 10 اورو 80 هادو بقات هي بلاصتهم ما كاينينش، الو خديت هادو هادو ديال 14 اورو 20 يعني تقريبا 15 اورو تقريبا 15 اورو هي 30 اورو في جوج، نورمالمون مولف ناخذ 20 اورو في جوج. المهم خديتهم هادو يبقاو لي شهر، المهم ما لقيتش لي طاي كيف كيف خديت كل وحده مختلفه ما عرفتش شكون اللي غادي تجي، صافي خديت هذا غادي نمشيو ونشوفو. بالنسبه لفين كيكون لي بروموسيون ما بقات ما والو البنات نكذب عليكم كلشي خواوه لي لانجي ديك التخربيقات كاملين تخواو، سينو شنقول لكم بان الناس الله يحسن العوان عندهم لي بيبي تو، انا سمر راهي بالليل باش ما يعمليش دي زاكسيدو صافي، حيت بصح البارح ما كانش عنده عمل لي مي عندي هادو هاتو جو برون سا هادو نوريهم لكم، عندي السكينه خفت لي ياخذوها لي هادو نهار اللي كنخليه دابا بقى لي فيه واحد كيدير شي 10 اورو ولا 11 اورو لا حتى هو كيدير شي 14 اورو، هذا كناخذو له هذا كنخليه له وكاو ما بقاليش لاكوش كنفرشوا له على الناموسيا هي بخي كيطلق فيه فهمتوا، باش بلا ما تفرشوا كنديروا له الفوق كنحيد غير هذا وكيبقى لي الفراش نقي. المهم الناس كلهم ماسك، شو مسكينه السيده شاده على نيفها، انا ما خديتش الماسك ولكن يعني كنقول زعما دابا واخا تشدي هكاك بيدك راه ما تقضي حتى حاجه خاصك الماسك اللي كيفيه لك فينو فوالا. المهم غادي نرجع فين كاينين لي بروموسيون اللي هي في الدخله ديال كارفور،
مي ما كاين والو تقريبا. غادي نمشي نشوف واحد الميزان وصاني عليه مراد. الميزان ديالي واقيلا واش لي بيل اللي خاصو ولا الميزان خاسر ما عرفتش. انتكا غادي نشوف شنو كاين هنا. المهم كلشي خاوي تقريبا. يا با غون شوز فهادشي ديال ديك لي صوص بعدا اللي دي ديك النهار والله ما بقى. كاين هاد لاصوص راه زوينه اللي ما عدتش راه دايره 99 سنتيم وباقا كاينه. هادي غزاله ديجا جربتها كتحمق. وكاين المهم انا اللي بغيت لي الكافي، ولكن هادوك هادو ديال لي كابسول ديك الكابسولات ديال الكافي ماشي هذا اللي كنستعمل لوغ، وما عرفتش واش نمشي له ليه وصافي ما كاينش هنا. كانوا في بروموسيون كانوا هذيك كارتون واغ، هادو اللي ديال كارتون واغ كانوا ديك النهار دابا ما كاينينش 13 اورو الباكيه مي ما كاينينش سلاوهم. انتوكا خاصني نمشي ليه للغيو فين كاين. صافي بالنسبه للعواصر ما بقاش بزاف. ناري البنات لي ساك بوبيل عرفتو كلهم بقاو غير هادوك الغاليين لي ساك بوبيل. نديرو الميكات عاديين. بابي تواليت مسكين لي بابي تواليت واو مين بايم ان باكي مي لي بابي تواليت يا مين بايم باكي عيط الله ما بالكم يا هرم البنات. والله العظيم الا بابي تواليت ما كاين حتى باكيه، يعني ملي كنقول لكم حتى باكيه راه حتى باكيه. وهادشي اللي كتشوفوه هنا راه كله سوبالا، كله اسويتو كله سوبالا، وحتى هو راه ما بقاش منه بزاف. راه هي هادشي اللي كتشوفو الوغ سا دايوغ واحد ياخذ واحد راه كاين الماء عباد الله كاين الماء. حتى نقولوا كاع ما كاينش بابي تواليت با كاين الماء ولا وضاع عباد الله. نمشي نشوف ديك القزبور وما عندناش. المهم البنات راني جيت هنا فوالا فين كاين لي كولور. وهذا انا لا كولور اللي كنستعمل هما هادو ديال اكسيلونس كريم ديال لوريال. المهم نورمالمون اللي كندير انا هي لو بلون سوندري، هذاك الزعر اللي كان عندي نهار الاولي هذاك الزعر اللي كان عندي بحال هكا هو لو بلون سوندري فهمتوا. ونهار اللي كصبغت فوقو درت البلون هو هذا. هاتو هذا الرقم ديالو 7.1 هو البلون سوندري كيعطي اللون زوين. وهذا هو البلون كليغ فوالا كيجي بحال هكا كيجي زوين. سوا كاين واحد اخر البلون فونسي هو هذا البلون عادي كيجي زوين حتى هو. المهم على حساب اللون ديالك كيرجع بحال هكاك. وانا دابا كنت غادي الغونديفو مع الكوافور ديالي، صراحه اول مره باغا نجرب الخدمه ديالها، عندها داكشي متقون والثمن مناسب وكل شيء. ما كتبش كان عندي الغونديفو اليوم الاثنين معاها ما كتبش مي سي با غاف باسكو راكم شادين راكم شفتوا شادين كل شيء. المهم راكم شايفين شادين علينا كل شيء لي كوافور كل شيء. وخديتها حيت انا شعري دابا تحرق لي بزاف من التحت كنت شفتو راه ما عرفتش واش كيبان لكم مي محروق بزاف من التحت. كنت بغيت تبدل لي اللوك تعمل لي تكوبي لي هادشي كله اللي محروق من هنا ونعمل لا كولور حيت اللون بدا كيخرج ديك لورونج وديكشي وصافي. مي دابا راه جو دوال فيغ انا موا ميم في الدار نعملو غير بوحديتي خاصني نقطع ونعمل غلوكينغ ونبارطاجي معاكم كلشي. خديت هاد اللون البنات وما عرفتش الراي ديالكم. خديت هاد اللوين هو شاتا كليغ الرقم 5 ما بقيتش باغا الزعر يعني نيت. المهم حتى يرجع الامور لبلاصتها ولا داك الساعه كاين شي حاجه وان شاء الله يكون خير. دابا انا اللون ديالي هو زعر وفي نفس الوقت بغون الوغ غادي يجيني اللون بلوتو هذا اللي في الوسط. وخديت جوج باكيات باسكو شعري طويل هما اللي لقيت اصلا في هذا الرقم 5 ايوا. المهم كفو حالته دابا نمشي نشوف عاوتاني شي حاجه اخرى. انا ما جايش زعما عندي التقضيه نزيد غير شويه اوكاو صافي دابا ما كتجبري والو مع الناس. البنات دار لي التليفون مورا دابا ملي كنت كنهضر معاكم. المهم لقيت الميزان وقال لي بلي ماكرو عاوتاني غادي يهضر 20 سو سوار 20 باسي سيغ اي سيغتا البنات غادي يديرو لنا كارونتين يعني غيديرو لنا في الدار اكوز دو كي اكوز دي جون اللي كيفهمو راسهم بلي هما كثر من المرض يعني ما يوقع لهم والو يخرجوا يديرو لي بيكنيك يتجمعوا فوالا. يبقى دابا غادي نجلسو اوبليغاتوار في لا ميزون ويمكن الا خرجنا غيعملوا لنا حاجه ولا بروسي ولا جو سي با انا كيف ماشي هادشي مي اون توكا راه هادشي راه حنا كنشوفو فيه. يبقى مالوغوزمون انا كنتخنق في الدار نكذب عليكم كنتخنق ولكن مالوغوزمون اكوز لي جو بحال هكا احنا غادي نجلسو في الدار دابا بزز منا باقي ما عارفينش شنو غيقول ولكن راه كنشوفو فيها سي سيغ اي سيغتا هادشي اللي غادي يقول. والله الا حاسه براسي بحال راني داخله في شي فيلم
نتاع ووركينغ ديد ولا نتاع شي حاجه بحال هكا فيها لي زومبي كيف قلت لكم ديك النهار، بحال شي حاجه اللي كنا كنشوفوها في الافلام كنقولوا نابورت كو. والله العظيم الناس اللي كيتفرجوا هذا الفيديو ما تضحكوش، ما تقولوش هذا المرض راه ما يدير والو، لا الناس اللي في المغرب ولا اللي هنا، هذا المرض خايب وكاين، بغيتي ولا كرهتي الو عافاكم جلسوا في دياركم. هادشي اللي نقول لكم، عافاكم جلسوا في دياركم، عافاكم. ولا غادي يزيدوا يشددوا علينا بزاف الحاجات، دابا باش ندخلوا للمغازه ما لاقيين والو، والله ما لقيت شي حاجه، دابا راه غادي يديرونا في كارونتين وما كاينش شي حاجه اللي غادي نزيد، ما عرفاش عندي بزاف الحاجات اللي كنت كنقول ناخذهم من بعد، مي دابا راه ما كاينينش، ما خلو لنا والو، كلشي مشاو للمغازه خذوا كلشي، حشومه والله الا حشومه. هو بنادم دابا جايين الناس يتقداو ما لاقيين ما ياخذوا، واش غياخذوا الناس ياخذوا واش غياخذوا، نمشي نشوف هذاك الخل بعدا نعقم به الحوايج ولا جبرت واحد شي ايله كاين والو. هو دابا حنا بسبب الناس اللي ما كيفهموش لما كيقولوا حميوا راسكم وجلسوا في ديوركم، غادي نجلسوا دابا في الدار بزاف بنا. هو دابا اللي غادي تكون زوينه كاع، نديروا لا فيت دابا كاع، نديروا باربيكيو فاني كاع. ايوا انتما واتقداو الخبز وما كاينش، الحليب والماء ما كاينينش، دايرين هكا بس بالسيف الناس غيبقاو يتعندوا معاها مع اي واحد، نبقاو دابا نتعندوا ندبزوا على الماكله، حيت سي با لا بوغ اننا نموتوا بالجوع، لا لا بوغ انك تخرجي تقلبي على كيلو د الروز تشوف تخوف با، تقلبي على طرونش دو با تشوف تخوف با. بنادم ياخذ داكشي اللي قد عليها البنات، واخا نتحبسوا واخا اي حاجه راه الماكله موجوده، الانسان ياخذ اللي على قد وصافي. هانتوما البلاصه فين كيكون الحليب، الدراري مساكن صغار كيجيبوه منه بقى هي هذا الماء هذا ديال الريجيم ولا ما عرفت. شوفوا الحليب طاير كريستالين باقي شويه، انا عندي هانتوما الحليب طيروه فريمون طيروه، شنو بقى انا عندي الاخر ديالي الحليب ما عنديش ما بزاف، عندي ثلاثه د الباكيات اللي كنت خديت كان فيهم بروموسيون وواحده كانت ديجا عندي، مي سينو ما غاديش ندي نخلي هادشي ديه واحد اللي ما عنده حتى لتر في الدار، سيتو الانسان اللي عنده يدي داكشي اللي عنده والباقي سي بون، راه سي با لا فان دو موند عباد الله، راه باقي غادي نخرجوا نتقداو. مي راه هادشي راه شي حشومه، الحاجات اللي كيحتاج بلا ما كيوتيليزيها تو لي جوغ تو تخوف ميم با، واحد يدي 50 كيلو ديال الرز وواحد يبغي كيلو ما يلقاهاش، سي با لوجيك. هانتوما الغيو ديال لي صوص طوماط و لي بات، كنت باغا نزيد غا كيلو د لي بات وكاو وكاو، ما بغيتش نخرج في السيمانه اللي جايه وكاو، بغيت نطيبها ولا مني نبغي اولا وكاو ما لقيتش كاع. وشوفوا هانتوما غادي نمشي لو بليزير جيسبيغ يا ربي يكونوا باقي ما ردولوش البال بزاف وكاينه السخره جيسبيغ. غادي ناخذ تما عنده الماركات ديال كارفو عنده كلشي، غادي نمشي نديكم تما وهكا اللي ما مجبراتش نوري لكم اكزاكتومون فين جا باش تمشيو تقداو التقديه ديالكم. جيسبيغ جو في تروفي كلكو شوز لهيها باسكو لا سي كاتاستروفيك، واحد يدي واحد ما يديش، والناس راه كيعمروا راه ماشي ما كيعمروش، ها هما لي ستوك راه كيعمروا سي جوست دابا في هاد الساعه ما معمرين شو يجي با اونفي دو تو نعمل لا كيو عاوتاني، عرفتوا لك شحال بقيت فيها؟ راه بقيت فيها شي نص ساعه وهادشي راه كنت غير دوزو دغيا. فوالا الزيت طونوسيل طارت، الخل بغيت غير الخل ما عرفتش واش كيكون هنا ولا لا. انا خرجت من كارفور البنات، المهم كاين لا كيو باقي الناس كيدخلوا، مي كنشوف هكا تحرك دغيا، يعني لا كيو عاديه جدا ماشي معطله بزاف، يعني كتحرك دغيا، قبيله تعطلت واحد نص ساعه هكاك، مي دابا كنلقاهم كيتحركوا دغيا دغيا. المهم البنات ولكن ملي غادي يدخلوا راه ما يجبروا والو اصلا، داكشي اللي نيسيسير اللي كيديوه الناس كله مشى، الحليب الماء اللي غادي يبقى لهم تما ديك الماكله الدراري الصغار شويه ديال لي صوص طوماط با طرو با غون شوز. موعدكم البنات اليوم غادي نجبر لكم فين غادي تقداو، غادي نمشي لو بليزير ويكون ستوك ديالهم عامر على الله، انا غادي نمشي والله الا هي عليكم غادي نمشي غادي من هانيت، انا باغيه الخل الابيض وباغا الزيت نزيد منها كداير فيها التخفيض ميرسي داير فيها التخفيض، كيف قلت لكم الزيت عنده 5 لتر داير لها هي 4 اورو شي حاجه ما كاملاش حتى 5 اورو، يعني ما كاملاش 99 سنتيم لتر، راه نديبانيو بداكشي اللي عندنا. كاين دي بات تبارك الله راه هي 2 كيلو ديال لي بات راه غادي يجيب لك واحد المده كوميم، كاين الروز كاين عندنا العدس عندنا الدجاج عندنا اللحم، يعني كاين الخير والبركه. انا ما عرفتش بنادم علاش كيدير بحال هكا وعلاش كياخذوا كلشي. ودابا لي بابي تواليت نقولوا كاع تلاو لنا لي بابي تواليت، واش ما كاينش الماء هالي زمان؟ واش ما كاينش الماء؟ واش ما نقدروش نتوضاو؟ وعلاش مني كتمسحوا وحدكم عطو دابا نهضر المعقول، مني حاشاكم كتمسحوا حاشاكم نقول كاكا، واش ما كتوضاوش من بعد؟
ça reste la même chose. Pas toi, t'as c'est bon. Mais grave quand même, باش بنادم يبقى ياخذ بكميه كبيره وما يخلي حتى حاجه. الواحد خور شويه ماشي شويه بزاف كاع. خاصهم نيت ماكرو يا ريت يا ربي يقدر يدير ليميت شحال العائله شحال غادي ياخذوا د الحاجات. والله العظيم يا ريت كو كان يديروا ليميت 2 كيلو ديال الروز 2 كيلو ديال ليبات باش بنادم ما يبقاش يابوزي. باكيه ديال التواليت كيف كنديروا لها دائما باكيه في 24 كتجيب لك 15 اليوم ولا سيمانه ولا وداك الساعه تاخذي اخرى. يعني يا ريت يديروا هذا الشيء جيسبيغ باسكو الكارثه اللي وقعت دابا في لي ماغازا والله العظيم البنات راه غادي ولا بقينا على هذا الحال بصح نموتوا بالجوع. الا بقينا على هذا الحال غادي نموتوا بالجوع. صافي نجمعوا بحالنا للديور خدينا اللي خدينا اللي قسم الله. بنادم يدير بشويه يدير بالعقل. من ديما انا كنت كنقول لكم البنات تقداو غير على عقلكم بشويه. بنادم ياخذ داكشي اللي محتاج يعمل غير بتي ستوك بحال دائما. ملي كتاخدي كيلو ديال الجلبانه كتاخدي 2 كيلو كتقولي النهار اللي غنحتاج نطيب الجلبانه وما حتىش عاد نخرج ونقلب عليها بديري باغاي. راه هما راه كيعمروا راه ما كيلقاوش معنا الوقت كيلقاوش الوقت باش يعمروا. المهم البنات دابا راني معطله وباقي ما درت لكمش المونتاج. الفيديو اليوم غادي يتحط معطل هذه باينه 100%. ما كان صحابي غادي نتعطل في لاكو بزاف ديال الحاجات مي غادي نديكم لديك البلاصه ونيسبيغو البنات دعيو معايا ونيسبيغو غادي نجبرو فيها شي حاجه وغادي نديكم ونوري لكم فين جات وبليزير. عندك الناس اللي عمرها سلعه باكازات العرب حلت هذه شي 3 موا. كاين الناس اللي كيعرفوها وكاينين الناس اللي ما كيعرفوهاش. كاينين الناس كيف قلت لكم كيعرفوها وكاينين الناس اللي ما كيعرفوهاش. راه هي حدا كيابي ديال مونت لا جولي فين كاين اوشو راه حدا البنات هو او بليزير. المهم هو كي كيبان لكم فلانش لهيه اوشو وهنا بابو ولتحت من فوق من بابو كاين كيابي وها هو او بليزير ها هو هي هنا كيطلل عليهم فهمتوا. او بليزير ها هي المغازا ولاصق مع هاد البولونجري هادي بولونجري دانج وقيلا فوالا. المهم هو راه عامر كيبان لي ولكن اموا يقدر يكون فيه شي حاجات. انا غادي نمشي فوالا البنات. المهم الزيت ما كايناش ديك 5 لتر ب 5 اورو ما كايناش. مي كاينه دايوغ ديك الزيت اللي شكرت لكم ديال العود هي هذه باقي كاين فيها لا بروموسيون دو ان شتي بلس ان اوفير. كتقابل لكم قولوا هكاك واحد شحال 8 اورو وكاين لي كونسيرم باقي عندهم اللوبيا وهذا الشيء. المهم ان اورو كاين الحماص اللوبيا اللي بغات تكونسيرفي راه باقي عندهم. شنقول لكم العواصير وديكشي عطى ربي الخير باقي عندهم سينو داكشي الكونجيلاتور عندهم. خاصني نشوف واش باقي لهم شي حاجه في داكشي الدقيق ولي باتي. اوكي هادي الجهه ديال السكر شكرا. نو ما بقاو بقى شويه ديال الكسكس. المهم الزيت الخل الابيض ما بقى نو كاين شي حاجه هنا الخل الابيض نتاع سميره ولا ما عرفتش غادي ناخذو. خاصنيش نحدي وجهي باسكو ما ديتش معايا بغيت هذاك الكبير. نورمالمون راه كاين شي قريعات اللي بقاو منه فلتو كاينين هنايا الفينيغ ديال الكل بغيتو. وبالنسبه للوغي راه باقي عندهم هنايا باقي عندهم لوغي. نمشي عند القزار ناخذ منه شي دجيجات وصافي. كاين عندهم في الكونجيلاتور بزاف تخربيقات اخرين الفول وديكشي مقشر. هاي القزار عامر عندهم. مهم داكشي على من جيت ما لقيت البنات حتى في الفرماسيين دايرين لاكيو كيدخلوا واحد بواحد في الفرماسيون شفتو والناس شادين على فمهم وخليين لا ديستونس هادي حسن في سلامة ديال الناس يعني مزيانه يعني غادي يوقع حاجه مزيانه يعني ولا بقينا بحال هكا غادي نحافظوا على بعضياتنا من المرض وكلشي. جاتني واحد الخبريه دابا من واحد صاحبتي هي نيت نوره الا صدقت ماشي بصح هاد الخطره غادي يكرهوك البنات يا نوره. قالت لي بلي خدها خدامه اصلا هي في لوبيتال زادوا لهم 1000 اورو باش يطلعوا ليطاج فين كاينين الناس اللي مراضين بهاد الكورونا. وفي بواسي قالت لي كاينه 44 حاله. تصوروا معايا 44 حاله في بواسي في المدينه ديال بواسي اللي هي حدانا حدا مونت. و فوالا وشنو اخر يا ربي وباللي اليوم غادي يهضر ماكرون وباللي ابارتيغ جو كخوا دو ميركودي ولا ما نعرف غيكونوا المخزن يتمشاو يتساراو العسكر المخزن العسكر. المهم غادي اي واحد يفيريفي واش الناس كتخرج ويكون الدغوا كيف قلت لكم قبيله غيخليو الدغوا الفرد واحد في العائله هو اللي غادي يتكلف بديك الشيء نتاع السخره
وديك الشيء كله اللي غيخرج يمشي يتقدى وديك شيء طرف واحد ما يمكنش يخليوهم كاملين يعني عادي كيف دابا كيخرجوا كاملين يعني غادي يديروا عادي باسكو صافي هذا الشيء ولا كيكثروا الناس ما بغاوش يتجمعوا بحالهم ولقاو ما لقاوش الحل ما عندهمش حل اخر ومن كان صوق وكان هضر دابا نلقى شي بوليسي واقف لي عند الراس يلا المهم الحبيبات ديالي يلا وصلت للدار ما علينا المهم غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف صراحه جريت بزاف وعييت تعطلت وفي الاخر يعني جبت هذاك الشيء اللي جبت من كارفور اللي وريت لكم هذاك الشيء اللي جبت يعني با اوتر شوز جبت له لي كيندر سوربريز ديالو تسام باش وعدته ففرحان بهم وعرفتوا يلا مع الدخله الدار كيجي عندي سام كيجري كنقول له لا 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 تمتوش با حيدت المونطو حطيته هنايا حدا الشوفاج هكا باش يسخن كيقولوا لك خاصك الحويجات ديالك تعرضيهم للحراره حيت الفيروس ما كيبقاش في الحاجه اللي سخونه وخاصني نحيد اللي عليا عاوتاني نديرو والمهم هكذا اش غديروا خفاني من كل شيء غسلت يدي بالصابون ديجا وعاد جيت عطيت له كيندغ ديالو ايوا صافي البنات هذا الشيء وصافي اللي خديت واو الى غانين بالين واو 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 المهم حبيباتي ما بقى لي لا نقول لكم كنحماق عليكم وحده بوحده والله يحفظكم كاملين والله ياخذ علينا هذا البلاء هذا يا ربي وكون فيكون ان شاء الله ربي ياخذوا علينا جلسوا في داركم هذا الشيء اللي غنقول لكم نصيحه من عندي جلسوا في ديورنا انا اكثر وحده كتقنط في الدار اكثر وحده ما تقدرش ما تخرجش على برا ولكن حتى الا فكرتوا تخرجوا خرج واحد الفرد من العائله دابا راهم غادي اوبليجيونا الله اعلم جيسبر ما اوبليجيوناش نجلسوا في الدار مي نجلسوا في الدار احسن لينا ونهار اللي غادي نبغيو نخرجوا نخرجوا مثلا الا بغيتي تخرجي ولدك ولا هذا تخرجيه لواحد الجهه اللي بعيده على الناس ويمشي يلعب وينقص كيف بغا وترجعيه للدار وتشمي الهواء فوالا سينو ديري لهم ديزاكتيفيتي هي هنايا في البالكون في الجرده في اي حاجه وكنتمنى يجلسوا لو ماكسيموم ديال الناس في ديورهم وما يتلاقاوش بالناس اخرين لا جارتك لا خالتك لا اختك لا والو باسكو ما كتعرفي فاش جات تحافظي على اختك وتحافظي على راسك ووليداتك هادشي اللي كاين والله يعاونكم البنات ونشوفكم ان شاء الله غدا في فيديو جديده بسلام عليكم باي باي.